بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة الثالثة في مادة عمارة عربية معاصرة للمرحلة الخامسة قسم عمارة. نبدأ بمعرفة لمسات الفنان والمعماري راسم بدران اللي تركت بصماتها على العمارة العربية المعاصرة، من ضمنها تصميمه للجامع الكبير في الرياض. جامع الكبير في الرياض قام بوضعه ضمن منطقة سكنية، ونفس بصمات هذا الجامع نقلها في موقع جامعة في بغداد في سنة 82. شنو اللي عمله بهذا الجامع؟ دمج بدران في تصميم المسجد بين ثقافة وبيئة وتفاعل المجتمع، بالإضافة إلى إضفاء صفة عصرية على المشروع، مما أحدث في ذلك توازن هام جعل المسجد الكبير قيمة جمالية إلى جانب قيمته الحضارية والإسلامية. من الناحية الشكلية قام بدران بالربط بين قصر الحاكم والمسجد الجامع، بالإضافة إلى إدخال السوق التجاري إلى المسجد كما في أيام خلت، يعني نقل الصورة القديمة للمسجد من كان هو خلف مقر إقامة الحاكم والأسواق دائر مدائرة. فانتهت أعمال المشروع الذي شمل المنطقة القديمة في وسط الرياض بما في ذلك قصر الحاكم والمسجد الكبير بشكل نهائي عام 92. مساحة هذا الجامع، طبعا هذا المشروع هو فايز بجائزة الآغا خان بال95. مساحة الموقع 16500 متر مربع. الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية. لاحظوا الطلاب البصمات الماضي نقلها بحرفية، حيث أن الواجهات كانت من الطابوق الأحمر المشهور بمنطقة الرياض في ذاك الوقت، حتى الفتحات كانت فتحات صغيرة والاتجاه نحو الداخل. نلاحظ هسه البلان مال المسجد. البلان مال المسجد هو هذا، نلاحظ أنه هنا الصحن مال المسجد، الدخول راح يكون من ناية، وهذا المغلف بأواوين، وهذا هو المصلى، وهنا عندنا اتجاه القبلة. فإذا المحاور دراسة المشروع تمت بأن جهة تاريخية وجهة اجتماعية وجهة ثقافية وجهة معمارية. هاي الصورة هنا توضح الجدران الخارجية للمسجد بما فيها الأروقة التجارية ومكاتب لتكون متفاعلة مع المسجد حسب وضعه العمراني. فإذا شوفوا هنا التخطيطات، حتى الساحة الميدان الفاصلة بين المسجد وبين المناطق التجارية ضمها بأروقة بحيث تبين من الخارج هي لحمة واحدة. فقام المعماري بوضع تحديثات تعبر يعني تغلف الأعمدة زين، وبشكل أروقة تحيط بالمسجد. شوفوا هنا الأعمدة هاي بالإنتيريور مالتها، هاي الأعمدة اللي ضخمة كلش حتى ترفع السقف مالته. وشوفوا هنا أسقف مسطحة وما موجودة بها قباب من الفوق زين، وهنا الإنارة الداخلية للمسجد. فإذا نقل الصورة الماضي إلى تصميم مسجد الرياض الكبير. نلاحظ هنا الواجهات اللي رسمها بخط إيده المعماري،
وهنا يعني المناظير، حتى المأذنة كانت موفق بيها، لأن هي تنقل صورة للتراث، فمزج بين التراث والواقع. من الأشياء اللي أيضا بها بصمات التراث هي مبنى يعني رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في سوريا، مكان المشروع في دمشق. المعماري هو باسم برغوثي، مدة التنفيذ حوالي 4 سنوات. فكرة المشروع محاولة الوصول إلى مبنى راسخ وثابت ومستقر من الخارج، يعكس أهمية البناء. شوفوا هنا، لأن هي مبنى مجلس وزراء، فانطافت نوع من الرسمانية. زين، ومن الداخل كان الاتجاه إلى فراغات معمارية شفافة تعكس روح العمارة الدمشقية. أما فيما يتعلق بالمعالجة المعمارية الحجمية، فالكتل المشكلة للمبنى تم استعارة بعض العناصر المعمارية التي تتميز بها عمارة القلاع في منطقة الشرق. زين، وبما تعكس قوة لتعطي هيبة وثبات للمبنى. فإحنا دائما إذا المبنى إذا كان رسماني، يا أما نخلي المخطط مالته تناظر تام، يا أما ننطي واجهة تكون بها هيبة ورسمانية. فأنطى إيحاء للواجهات الخارجية لهذا المبنى بشكل القلاع، لتنطي قوة وتنطي هيبة للواجهة وللمبنى. فإذا كانت بها فتحات ضيقة الواجهات، وبها بوابات كبيرة كأنها قلعة. لقد تم تطوير هاي العناصر بأدق تفاصيلها وتبسيطها، ومعالجتها بالشكل الذي يناسب حجم وأهمية هذا المبنى، كالمشربيات وشكل الفتحات. يعني حتى المشربيات استخدمها المعماري في إيضاح الفكرة له، وكذلك الزخارف. شوفوا هنا بالإنتيريور، هنا أقو استخدام النوعين من الحجارة السوداء والبيضاء، والزخارف والمشربيات، وحتى الأرضيات استخدم بها نوع من الرياضة الإسلامية. تم ربط عناصر المشروع بتصميم ينبثق من محور رئيسي شمالي جنوبي، يبدأ من المدخل الرئيسي يمتد مارا بمركز الإنهاء. وساهم تقسيم المبنى إلى عدة كتل متسلسلة في سهولة تأمين الحلول الوظيفية له. شوفوا هنا هسه، شوفوا هنا بالخارج، هاي الواجهات وهاي الفتحات الضيقة، وانطاه حجر لون واحد من الخارج حتى ينطي هيبة وصرامة. كان الهدف من تصميم هذا المشروع هو محاولة الوصول إلى عمارة ذات هوية مبنية على أسس واضحة لا يمكن أن توجد إلا في مدينة دمشق، ليعكس بذلك المنطلقات المعمارية الخاصة لهذه المدينة بصورة مضوية لذاكرتها الزاخرة بالأشكال. إن اتجاه لربط الماضي بالحاضر دون تجاهل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تم استخدامها في هذا البناء، من أنظمة أمن وسلامة واتصالات إلى آخره، فعكست روح العصر. فمسؤولية المعمار الوصول إلى منتج يحاكي ذاكرة الأجيال ويبعث منهم الإحساس بأهمية وخصوصية وعظمة المكان، وبالتالي يكون لهذا المنتج المعماري طعم ورائحة خاصة بميزاته عن غيره من أماكن أخرى. شوفوا، لاحظوا حتى الانتيريور، حتى الزخارف، حتى الإضاءة الداخلية استخدم بها نوع من الرياضة الإسلامية. فإذا وفق هنا المعماري باسم. من المباني الأخرى، مبنى مقر مجلس الوزراء في بغداد
واللي كان هو عبارة عن مسابقة، ودخلت بيه المهندسة المعمارية زهاء حديد في هذا المسابقة، ومن ضمنهم كان فائز على الجائزة الثالثة المعماري منهل الحبوبي وهو من العراق. استخدم بناية مقر مجلس الوزراء فكرة تصميمية مالته أنه يفعل الكتابات البابلية القديمة واللي كانت مشهورة بها مدينة بابل العراقية. ف يعني استخدم نوعين من الأشكال، الشكل الدائرة والشكل المستطيل، اللي انطاه استطالة وانطاه هيبة. يعني تطور مفهوم التصميم كنتيجة منطقية طبيعية لنهج النظام، وخلصت إلى أن الدستور العراقي الحر اللانهائي. يعني هاي الاستطالة هي أنه حر النظام العراقي لا متناهي. يمضي منهل الحبوبي قائلا إلى أنه في المستقبل إذا حدث ووقفت أمام هذا المبنى الذي يتحدث إليك ويخبرك أنه في الداخل هناك إناس الذين يتطلعون إلى الدستور العراقي الحر اللانهائي، عليك أن تعرف أنك في بغداد، أنك في بغداد. إذن شوفوا حتى الإضاءة مالت الفتحات الخارجية مال المبنى الرئيسي اللي هو منتصف الدائرة بالضبط، استخدم بها النقوش السومرية أو البابلية. فإذن موضوع الفكرة أنه الحكومة، ما هي وظيفة المبنى؟ المبنى هو قصر الحاكم. من هو الحاكم في العراق؟ الحاكم في العراق العصور التاريخية الحكومية في العراق القديمة، العصر الذهبي. من الأسس اللي قامت عليها؟ هو المكان المناسب للدستور. فإذا احنا حتى نوفر هوية للدستور العراقي رجعنا إلى الماضي، واستخدم الانفينيتي. الانفينيتي هاي رمز يمكن أن يرجع إلى الفضاء والوقت، ويدعى أحيانا باللاتينية الشريط، يعني شلون الشريط الذكريات اللي يرجع خطوات التصميم إلى الوراء. بدأ يحول الشكل. يعني احنا عدنا بالمتحف العراقي وبالحضارة وادي الرافدين هذا الرمز، فحول باستخدام اللغة البابلية القديمة إلى شفرات. هاي الشفرات حولها إلى زجاج، يعني الزجاج المغلف للواجهة هي ضمن هاي الشفرات اللي استخدمها في طبع واجهات المبنى. من المباني الأخرى اللي ركزت على الماضي لإحياء الحاضر هي الجامعة اللبنانية للعلوم والرياضة، جامعة القديس جوزيف في بيروت. المصمم المعماري هو يوسف الطعمة مع مكتب 109. حاول المصمم تصميم حرم الجامعة الجديد، الاقتراب من النسيج الفيزيائي والثقافي والتاريخي لمدينة بيروت من خلال خلق كتلة عمرانية بها فراغات بست كتل، فحقق اتصال خلينا نقول نظري بين الداخل والخارج. شوفي الكتل كلها صماء ومغلفة بالكونكريت، بس هاي الفتحات اللي خلقها بالواجهات المعماري حاول يوصلها بصريا من الداخل إلى الخارج، وهي فعلا هاي كانت مشتغلة بالنسيج التقليدي القديم الـ inward looking. كان العنصر المشربية اللي يستخدموه الناس داخل البيوت للاطلاع نحو الخارج، فعكس هاي الفكرة المحددة لشكل وهوية المبنى. فإذا
تميزت النوافذ الصغيرة المبعثرة التي تروي تاريخ حرب لبنان بلغة معمارية لطيفة. من الأبنية الأخرى اللي وثقت العمارة العربية المعاصرة هو مبنى معهد تكنولوجيا في كلميم بالمغرب. المساحة المبنية 6883 متر مربع بسنة 2011. أيضا نلاحظ تغليف المبنى من الناحية الأولى بعناصر تراثية، فهو مبنى معاصر يميل إلى الحداثة مع الإشادة بجذوره وتراثه، وباستخدام تقنية التغليف التي ترمز إلى أرض المغرب. يتبع الهيكل الإنشائي نهجا حديثا بالبساطة، ونظامه القص مركزا على مفهومي الخطية والتناظر. شوف يعني هسه من الداخل تكنولوجيا فائقة، بينما من الخارج يعكس تراث المغرب. فاحنا نريد المسقط العام هو عادي مثل المعهد العادي، طولاني ومحور طولي يتصل بين الصفوف، بينما بالخارج بها روحية الماضي. أوكي، مع هذه التفاصيل الدقيقة حقق هذا المبنى استمرارية من جميع النواحي. زين، وبهذا نصل إلى نهاية المحاضرة التالية. نلتقيكم بالمحاضرات اللاحقة.